بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يلقاكم وانتم في صحه جيده كلكم بكم. كنحمد الله وكنشكره فرحانه بزاف 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 كيف ما خاصنا نكونوا كاملين من هذا الاجراء المهم جدا اللي تخاد اللي هو طوارئ صحيه. هذا الاجراء راه غادي يحمينا من اذيه ريوسنا، يعني راه كنشكر فعلا 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 كل من ساهم في تطبيق هذا الاجراء هذا الاستباقي. ما عندكم شي فكره نهائيا، ما عندكم شي فكره شحال فرحني هذا الشيء. علما انا كيف ما قلت لكم من قبل، يعني الاب ديالي خدام يعني خاصو يخرج ضروري، ولكن الحمد لله باش الناس اللي في الزنقه واللي ما واعينش وما عارفينش انه راه بقائك في الزنقه راه ماشي ضحك. وتجيني نهار كورونا شد لحق ليا هادي، لقيتني كنفكر بحال هكا راه كارثه راه كارثه. الحمد لله على المجهودات اللي كتبدل هاد الدوله هادي فعلا، ما عندي ما نقول. فين مزنا كنلقاو الفيروس ديال كورونا كيدور في الاجواء، فين مزنا فيديوهات يوتيوب انستغرام في القنوات التلفزيه كلشي. البارح كنت هكا كندور في الانترنت ونلقى واحد الفيديوهات ديال حيل اللي تحميك من الفيروسات بشكل عام ومن هاد الفيروس اللي حنا في صدد المحاربه ديالو بشكل خاص. فطوعت عاوتاني مره اخرى باش ندير لكم فيديو نشوف الحيل واش صحيحه اولا مضيعه الوقت، باش غير واحد فينا اللي ضيع وقته وهاد الواحد فينا بطبيعه الحال ما عرفش. فغادي ندوزو ونشوفو الحيله الاولى او الحاجه الاولى اللي غادي تمنحنا القوه والجبروت ديال ان حنا نضربو مع الفيروس هذا ونغلبو. واش شريكك في الخدمه كيكح؟ شحال كيعصبني هاد القضيه هادي، يعني واحد كتلقاه مثلا جالس قدامك ولا مثلا شي واحد كتهضر معاه مثلا هكا في الخدمه ولا شنو وكيهضر لك في وجهك يعني عادي وكيدير لاباس وبخير، وكتلقاه في النص الجمله في النص يعني في النص ديال الجمله كيبدا من نيتك، يعني العطسه اولا الكحه خلق لها الله واحد الطريقه كيفاش دار. مثلا بغيتي تعطس كدير الواحد بغى يكح يدير يديه يدير هذيك الحاجه هكا يعني في المرفق ديالو غادي تكح سهله، علاش غادي نكح الواحد وغادي يخرجوا ليه الجزيئات المحمله بالمعاب والصلايب من الاعماق ديال الرئه ديالي وغادي تطلع في الوجه ديال الانسان اللي قبل تحت حشومه. عيب عار عيب، كان ما جبتش لنا كورونا غتجيونا الطاعون بهذه الطريقه هذه. البنت مسكينه كان البول ديالها غوز فوشيا ولا غوز باهت بالعصا. اوكي شدت نابكين اولا من ندير ورقي ودارت لي كغافوز بطبيعه الحال لانك في الخدمه، يعني هذا الشيء اي نعم كله غادي يكون متوفر عندك في الخدمه ولكن واش غيكون متوفر عندي انا في الدار ولا لا، خصوصا دوك اللاستيكات الصغار. بالنسبه للكغافوز كاين لي زيغراف اللي ما عرفتش واش عندنا لي زيغراف ما عندناش لي زيغراف. عندي جنة داك لاستيك اللي كيجمعوا فيه عادة الفلوس، خصكم على قد الحال ما غاديش تحتاج لاستيكات باش نجمع فيهم فلوس. ومن الحق دوك لاستيكات علاش كيدارو؟ انا كنعرفهم كيجمعوا فيهم غير الفلوس، ولكن اشنو الاساس من اختراعهم؟ واش باش يجمعوا؟ اوبلا قولوا لي على سلامتكم صفقوا عليا راوند اوف ابلاز لانه عندي لي زيغراف. فاللي غادي نحتاجو ليه هو غرافوز جوج ديال التلاستيكات كيف ما شفتوا انا ما عنديش لاستيكات اصلا، يلاه طلقت شعري من سميتو من دوك التفيرات اللي كندير. اللي بغى يعرف كيفاش كنحصل على هاد التبوجات يلا وي هاد التموجه ديال الشعر غادي نحط لكم الفيديو لتحت في الرابط. وعندنا الورق ديال المطبخ اللي عندي انا مقسوم للاسف الشديد، فغادي نحاولوا نديروا. دابا المشكل عندي انا هو هذا متقوب من الوسط فهمتوك، وكان عندكم نتوما شي واحد كبير كنظن انا هو غادي يخدم. وحتى لاستيكات عندي هادو صغارين يس غادي ندير بحال هكا غادي نجبد وغادي نحل اللعيب. فهذه هي الحاجه الاولى اللي غادي تحميك اذا عطست شي واحد من الخدامه معاك وانت في الخدمه وما عندكش ماسك. ولكن المشكل واش تشكي وقع لي النظاظر صافي فجأة صار العالم ضبابا غير مرئيين. غادي ندوز الحيلة الثانية. فكيف ما كنعرفوا كلنا من المستحيل تقريبا دابا انك تلقى معقم لليدين، فين ما مشيتي كتلقاه سهلة، مشيت المرجع لقيتو سهلة، مشيت الفارماسيات لقيتو سهلة، فين ما دزت كنسألهم على معقم اليدين كيقولوا لي ما بقاش نهائيا. نتنقل من الخبرة اللي عندي لأن بطبيعة الحال الدراسة ديالي كانت فيزياء وفي العامين الأولى كنا قرينا حتى الكيمياء. فمعقم اليدين هو واحد الحاجه اللي بامكاننا نلقاوها ولا نصوبوها في الدار انطلاقا من الحويجات اللي كيكون عندنا في الخنازه. الله اللي صوبناهم من الخنازه ما غيبقاش معقم يولي موسخ اليدين. فغادي ندوز غادي نشوف مكونات اللي غادي نحتاجهم لهذا معقم اليدين.
فاللي خاصو يكون عندك هو الكول اللي يكون 75 اول فوق باش تكون درجه الماء فيه قليله، يعني التركيز ديالو خاصو يكون عالي. خاص يكون عندك الوفيرا جيل، غير خاصكم الكحول ديالكم يكون الكول ايتيليك اولا ايثانول. عندي هنايا ماي هاندي داندي السيد، هذا الكول عندي فيه 96%. فكتاخذوا جوج الاتلات ديال الكحول اللي بقى ديال الالوفيرا. بالنسبه لي انا غنزيد عليه زيت شجره الشاي. ها هما زويوتين ساكن، بقيت كنقص منهم نقص منهم، تبقى عندي غير هاد شويه طافي. ماما اللي دارت لي المشاكل. هذا الزهر عرفت نرشو علينا بشي ولا عندنا الزهر قلت لي خاصني نرشو خاصني نرشو. والله ما عندي هذا الجاسمين، وعندنا تيتري اول ندوزو دابا للتخلاط. بهاد الوصفه هذه عندي ليها كلشي، ولكن المشكله هي ما عنديش قرعه باش ندير هادشي. بسم الله جوج الادلات. ثلاثه غادي نخلطو، غتبقاو تخلطو تخلطو حتى تولي متجانسه. وانا احرك وانا احرك وهادشي ما بغاش يتجانس ليا. على اي حال غادي نخليها ترتاح لان ما عنديش نهار كامل نضيعو معاها. لا لا باغا 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 تقال، غير 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 الوقت ما مساعداش فهمتي. او غادي نبقى ندير واحد فوف الكولي، ولكن ماشي مشكل. هاليدين قولوا لي واش كيبانوا لكم يديا قيين ولا لا. بسلامة بابا. فهي بالنسبة للفعالية ديال الوصفة كوصفة غادي نعطيها انا 10/10، ولكن بالنسبة لواش خرجت كيف ما وراو لنا في الصورة ما خرجتش كيف ما وراو لنا في الصورة، فغادي نعطيها 7/10 على الفعالية، ولكن 3/10 من ناحية التطبيق. ودابا ندوزو للحيلة الموالية. كيف ما شفتوا معايا الحاجة الموالية هي كيفاش نديرو حتى نطهروا الهواتف ديالنا. من واحد الناحيه عندهم الصح، لان الهواتف ديالنا يعني كنحطوهم في اي بلاصه. اللي غادي نحتاجوا ليها هو الكحول عاوتاني، ولكن 50% في التركيز ديالو. يعني غادي ناخذوا مثلا اي كحول عندك غادي تاخذوا غادي دير ليه اولا غادي تخفوا بنفس الكميه ديال الماء. على اي حال كيف ما كتشوفوا عندي هنا تقريبا جوج معالق ديال الماء كبار، غادي نضيف عليهم جوج معالق كبار ديال هذا. وغادي ناخذ انايا قطنه، كيف ما قلت لكم نتوما بامكانكم ديروا هذا في بخاخ وتبقاو توخو كيف ما شفتوا في الفيديو، ولكن انا بما انه ما عندي لا قرعه لا وقت غادي ندير الاولد هاندي داندي قطنه، وغادي ندوز وغادي نمسح التليفون ديالي كامل. نفسو التنين. ودابا عمر التليفون ديالكم ما غاديش تيجرم. الحاجه المواليه اللي ضحكتني بزاف واللي هي جدات انتباهي بزاف هي انهم كيصنعوا ماسك من حمالات صدر. غادي نمشي وغادي ناخذ حمالات صدر وغادي نحاول ندير داكشي اللي دارت البنت في الفيديو، وغادي نشوف واش فعلا خدام او لا. امر كيضحك، ولكن ما عنديش انا داك الكان ديال الهاد كلو، فغادي نستخدم البراون خيط عادي اللي عنده الهاد كلو بامكانه يستخدمها، ونمشيو لمساحه العمل. كيف ما كتشوفوا انا هنايا خديت حمالات اللي يكونوا هكا في البيض باش يسهل علينا انا. غادي نقطعو كيف ما شفنا تماما، غادي نقطعو هاد البلاصه هادي. رقدوا في سلام. واللي غادي نديرو هو ان حنا غادي نشدو هاد اللاستيك هذا وغادي نلصقوه هنا، وغادي تجينا راس كبير من هاد البليزه. عرفتي انا دارو ليا شي مسابقه هكا ديال الخياطه، نجي اخر وحده في العالم، ما كنعرفش نخيط نهائيا. وطبيعه الحال كل ما كان التبطين لداخل اكثر كل ما كان العزل للحشرات والفيروسات الطائره والزاحفه اكثر. هذا دليل على ان صافي المهمه تمت بنجاح. دابا غادي نجربوا هذا كيف ما كتشوفوا. ويلي 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 استغفر الله العظيم. غادي نجرب معاكم دابا هذا وغادي نشوفو واش مزيان ولا مزيانش. والله الا راه مخيره لا صدقات الفكره، مالكم راه بامكانكم هانتوما، راه عنده هاد العيبه عنده هادي عرفتي هادي هادي بامكانك تصغر وتكبر كيف ما بغيتي. او لا 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 ل
بالنسبه للناس اللي دايرين نظاظر غنشوف ان كانكم ديروا معاه نظاظر ولا لا. او لا 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 هاد السيد هذا ولا هاد الناس هادو اللي اختاروا هاد العيب هادي يستاهل طياره. لا طياره شويه لي دراري، بامكانكم تاخذوا الانتقام ديالكم من البنات اللي كانوا سنين وسنين وما كينشفوا الشعور ديالهم في البولاس ديالكم. احنا في وقت ازمه. اللي دار هادي وصدقات لي ولبسها بغيتو يطاقني في انستغرام ديالي اللي غادي يطلع لكم دابا، وغادي تلقاوه في لاباج د انفورماسيون لا بار د انفورماسيون. هادي غنعطيها 10 من 10. علاش؟ لانها كمامه مزيانه غتسد لك على نيفك وفيها دابا غادي نجربوا مرحله الاكل. غادي نذوقوا البديل ديال الفرماج داك وفيتير داك الحاجه اللي كنفطروا بهم كاملين زيت العود في الصباح بواحد البديل اللي غادي يفيد لينا ولا غادي يساعد لينا ولا غادي يعزز لينا جهاد المناعه ديالنا ونشوفوا الذوق ديالو كي داير. هاد الحاجه هي معناتها انا كل مره كنتفكر الثومه كتجيني من هنا كنتشد من هنا كنتقج ما كنحماش الريحه ديالها. فغادي نمشي نجيبها ناكلوها ونقول لكم كي دايره الحقيقه المطلقه بلا كذوب بلا زواق بلا نيبه. ترى تقريبا مر على وجودها في فران تقريبا شي 30 دقيقه حمرت من الوسط. واو هادشي كيبان ليا الرطب. يا سلام سلم 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 او بو 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 او بو 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 صحبتو ما عرفتي كي جات. او غادي ناخذ منها وحيده وغنديروها في التوست في بلاصه الفرماج وداكشي كله غنشوفوها كيفاش كتجي. انا حيتها من هذوك السميتو ديالها وحتى الريحه ديالها شي واف. غادي نشوف واش نقدر ناكلها ولا لا بحكم انني كيف ما قلت لكم الريحه ديال الثومه كتدوخني. بسم الله. اوه رطبه الريحه ديالها بعدا كي ما مجهداش بحال العادي. انا درتها هكا على التوست كامل وغادي نبداو بسم الله. كلمه وحده اللي غادي نقول او واعره. الطعم ديال المشويات مع داك الطعم ديال زيت الزيتون مع الطعم هادي ديال الثومه يا رباه. وبهذا الشيء غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تحت انكم تكتبوا لي شنو هي احسن حيله شنو الحاجه اللي غادي تجربوها. حتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المجي. من تحت تما تهلاو في راسكم خليكم في ديوركم كنبغيكم بزاف. سلام. ابديت صغير قبل ما نسالي هذا تحول لينا الى جيل. غير خليه يرتاح شويه الا ما بغاش يدير لكم وعاودوا حركوه وصافي. دابا غادي نديرو في الشيء كيف ما قلت لكم قريعه وغادي نبدا نستخدم هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم.